تاني طبعا. احنا النهارده يوم مختلف عن المره اللي فاتت. ايلي اي ميرا يلا يوم نليوس جمده صباح الخير ويوم جديد رايحين فين؟ مستاكد يا توتي؟ ايلي رايحين نركب البابور او المركب يعني بس كبيره بيتقال عليها بابور. رايحين نفسح الولاد النهارده السبت فقلنا ايه ناخد نفسحهم وان شاء الله اصور لكم بقى من المكان هناك. ايه كده يا بيت؟ Süt nerede o? Süt mü var orada? Süt. Resim görünce süt diyor. Hani süt? والمره دي طبعا احنا النهارده يوم مختلف عن المره اللي فاتت بس هنصور لكم بقى مش هصور البحر هنصور لكم لما نوصل هناك. ايلين هتلاحظوا المره دي ان شكل السفينه مختلف عن بتاعه المره اللي فاتت. ده كده واحنا رايحين الناحيه الثانيه. المره اللي فاتت كنا رايحين ازميت هنا جينا حته اسمها دارينجا. هنا كنت بوريكم اناديل البحر. البحر كان مليان اناديل بس مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا اللي هي اللي عامله زي الفقاعات البيضة دي. دلوقتي بعد ما خرجنا من المحطه بتاعه البابور دي هنا كانت كافيتيريا بس احنا مش هنقعد على كافيتيريا. وهنا بقى الجزء ده كده من ورا هنلف من ورا في اماكن لالعاب الاطفال وعلى البحر مباشره حاجه كده اللهم بارك. والسوق ده المكان اللي احنا قعدنا فيه في الاول استريحنا بعد ما وصلنا صلينا الظهر وبعد كده قمنا بقى نتنقل ونشوف احنا هنعمل ايه ونلعب الولاد. طبعا ايلين كانت زهقانه وعماله تزن بس اميره اتبسطت جدا بصراحه اليوم دوت وكان يوم جميل. طبعا احنا الفيديوهات دي متصوره زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت ساعه ما كنت تعبانه وما قدرتش انزلها. فهتلاحظوا ان في حاجات يوم الثلاث يوم الاربع يوم الخميس اميره لابسه بنصكم. الحاجات ديت كانت قبل ما الدراسه تبدا. بلدمه فك اطلش فرانسيس هاي باك بنا بنا باك تمام مين هاتي. وطبعا هنا الانسة عميرة كانت فاكرة نفسها شجاع السيما وبتحط ايديها على الحصان وانا كنت عمالة اقول لها انزلي. طبعا كان الجو حر جدا وكان الحصان يعني سخن فايديها اتلسعت. هنا بقى كان في حمار حطيناهم كده صورناهم هي وايلين كنوع من التغيير وحاجة جديدة عليهم اول مرة يشوفوها. انا عايزة اقول لكم المكان ده اول مرة اروحه. انا بقالي هنا في تركيا داخلة على 7 سنين بس اول مرة نروح المكان دوت. وهي الانسه اميره قاعده على البقره بتتصور عاملين لهم المقاعد اللي الناس بتقعد عليها شبه الحيوانات علشان برضو الاطفال يتعلموا عن الحيوانات وكده. ودي هنا زي شلال صغير كده صناعي كانوا عاملينه كان شكله حلو برضو. Ayımı boyu. Köpek mi ayımı? Ayı benziyor. He? ودي اللي انسه اميره طلعت على الزحليقه. هي شكلها مختلف يعني عاملين لهم الحاجات دي على شكل حيوانات مجسمات كبيره. بس عايز اقول لكم بصراحه المكان كان جميل والهواء حلو والجو حلو. يعني الاماكن دي بصراحه لو اتراحت في الجو وقت الربيع يعني ما يكونش الجو حر قوي ولا يكون الجو برد هتبقى حلوه عشان طبعا زي ما قلت لكم على الساحل مباشره او على البحر مباشره. ده كانوا عاملينه شكل كلب. هي هتنزل دلوقتي الانسه اميره وبعد كده هنروح نتنقل لمكان تاني. وكان في لعبه كده بتبقى في الميه برضو حبت ان هي تركبها ركبناها سواء انا وهي. طبعا المكان سياحي من الدرجه الاولى لكن تقدروا ان انتوا تقعدوا في اي مكان من غير ما تدفعوا فلوس. يعني مش شرط تقعدوا على كافيهات. المكان كله عباره عن كافيهات حرفيا ولكن احنا كنا واخدين اكلنا معانا من البيت. وفي ناس كمان كانت جايبه ترابيزات اللي هي الصغيره اللي بتتفتح وتتفرد ديت وكراسي وتقعدوا في مكان يكون ضله
الوضع مناسب جدا وغير مكلف بالمرة. وهنا أيميرا كانت واقفة بتتصور تحت القصر بتاع روبانزل والفارس. كانت بتقول روبانزل دلدلي شعرك، هي عارفة الكرتون بتاع روبانزل. هنا المكان دوت كان فيه مية، كانت زي بركة صغنونة كده فيها مية، بس دلوقتي ما كانش فيها في الوقت اللي احنا روحنا فيه، وفيها ناس زي قاعدين كده بيعملوا أكل أو حاجة زي كده، يعني عاملين لهم كل الحديقة دي مجسمات. وطبعا زي ما قلنا فيها مقاعد، يعني تقدروا تقعدوا عليها أو ممكن تقعدوا تحت شجرة كده تحت ظلها. احنا دفعنا بس حق العبارة رايح جاي، العبارة للفرد الواحد ب24 ليرة في المرة الواحدة، يعني التكلفة كلها حوالي نقول 50 ليرة رايح جاي، وما تكلفناش حاجة غير خدنا حاجتنا من البيت. فتركيا تقدر ان انتوا تتفسحوا فيها في الحدائق العامة والمتنزهات كده بسهولة من غير تكاليف كتير. وهنا ده حيوان الماموث، ده كان انقرض طبعا، ده المفروض اللي هو فيل ليه انياب كده. وده منظر البحر، كنت نزلته لكم قبل كده الفيديو ده كشورتس او مقطع صغير. عايزه اقول لكم كان حتى شفت واحده كابوريا كده صغنونه صغنونه خالص، كان شكلها حلو قوي، كانت بتلعب على الشط. هنا منظر الميه والخضره والهواء النقي، سبحان الله ما فيش احلى منه، والحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يديم علينا فضله. تخيلوا ان ده كده في الدنيا، ما بالكم بجنات عرضها السماوات والارض. اللهم ارزقنا يا رب العالمين جميعا. هنا كان في زي مراكب صغنونه كده، ما اعرفش بيتسموها ايه في مصر، كانت مصممه الانسه عميره ان هي تركبها، فاحنا ركبناها. كانت ب50 ليرة تقريبا 5 دقايق انا وهي احنا الاتنين مع بعض، وما كناش عارفين نشغلها، وكانت حوسه يعني. بس عايزه اقول لكم والله اتبسطنا جدا في اليوم دوت، يعني سبحان الله، هي حاجه بسيطه خالص بس ممكن تفرق في النفسيه. بس واحنا بنعمل اي حاجه، سواء بناكل او بنشرب او بنخرج او بنتنزه، ما ننساش فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى، نذكر فضل ربنا وندعي ان ربنا يديم علينا فضله، وندعي لاخواننا في كل مكان ان ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرفع عنهم الغمه. ايلي اي ميرا وبعد ما خرجنا من المعجرة، معجرة يعني مغامرة بالمناسبة بالتركية، بعد ما خرجنا من المغامرة بتاعتنا حبت ان هي تركب اللعبة دي، دي كانت تقريبا ب10 ليرة. وبعد كده برضو لعبنا اللعبة اللي هي بنحط فيها الكرة وبنضربها بالمضارب ديت، اللي هي بتبقى على طاولة دي، برضو كانت جميلة. اتبسطنا بصراحة اليوم ده الحمد لله رب العالمين. وبعد كده روحنا على البيت. طبعا زي ما جينا رجعنا اخدنا العبارة تاني، الموضوع كله اخد حوالي 1/3 ساعة او ربع ساعة تقريبا، 17 دقيقة في الحدود دي. بس كانت جولة ممتعة، اتمنى يكون الفلوج عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم، بحبكم في الله، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.